أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: متى يقوم المأموم للصلاة؟ هل يقوم عندما يسمع الإقامة، أم عندما يرى الإمام، أم متى يقوم؟ الصحيح أنه يقوم إذا قام الإمام إلى الصلاة، إذا تقدم الإمام، إذا تقدم الإمام للمحراب يقوم، لأن هذا هو وقت الحاجة. أما أنه يقوم والإمام ما بعد حضر أو ما بعد تقدم للمحراب، هذا ليس له حاجة، لكن لو قام ما في بأس. نعم، لو قام ما في بأس، لكن الأحسن أنه ما يقوم حتى يرى الإمام قد تقدم للإمامة. نعم.